معكم عمر من موقع فارماكوجون. النهارده هكلمكم عن حاجه كانت ترند السنه اللي فاتت وهي عمليه زراعه وين روني. ليه؟ على الرغم ان هو عمل عمليه زراعه ان شكله كان كده. بس قبل ما ابتدي، لو عجبك المحتوى اعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس ويلا نبتدي. اول حاجه، مش معنى ان انت نجم ومعاك الفلوس دي كلها ان انت مش هتعاني من لعنة الصلع الوراثي اللي ما بتخفرش لحد. طبعا في ناس ممكن تقولك ان لو انت مشهور وصلعت فده مش مهم، بص مثلا على زاروك، بص على جيسون ستيسون، بص مثلا على عادل شكل، كل الناس دي ناجحة ما عندهمش شعر. بس للأسف اللي الناس مش فاهمة ان مش كل الناس عندها الجو لاين المثالي زي عادل شكل كده، وشكلهم هو قرع بيكون وسيم جدا. وخلينا واقعيين، لو انت نجم سواء بقى رياضي سواء بقى فنان سواء بقى ممثل سواء مغني سواء صانع محتوى، فاعرف ان انت كل ما كان شكلك اوسم او شكلك شبابي اكتر كل ما هتقدر تعمل فلوس اكتر. غير كده الشركات مستعدة ان هي تتعامل معاك او تتعاقد معاك وتعمل معاك عقد لو انت شكلك موديل اكتر، لو انت شكلك شبابي اكتر. غير كده بالنسبه للفنانين، فان انت تحافظ على شعرك ده علامه كبيره على الحفاظ على شبابك. بالنسبه بقى للناس اللي مفكره ان هو الصلع اللي بيجي في سن صغير ده بسبب ان انت مهمل في اكلك او ان انت صحتك وحشه، فالرياضيين اللي بيصلعوا ده اكبر مثال ان الصلع الوراثي ملوش اي علاقه بالصحه الجسمانيه نهائي. انت ممكن تكون في قمه الفيزيكال بيرفورمانس او في قمه الاداء الرياضي وبتنافس على اعلى مستوى وما زلت بتعاني من الصلع الوراثي لو عندك الجين ده، لان هو ببساطه ملوش علاقه بصحتك الداخليه، ملوش علاقه باكلك بصوره كبيره. العامل الاساسي فيه هو الاندروجينز وحساسيه بصيله الشعر للهرمون اللعين، هرمون الدي اتش تي. طبعا ما تاخدش الكلام بتاعي اوت اوف كونتكست وتقول ان انا بقول ان لو عندك صلع وراثي استخدم فينوستيرويد او مينوكسيديل او عالجه وما تهتمش بالاكل بتاعك او ما تلعبش رياضه وخليك مثلا كسول او ايا يكن. لا، انا مش بقول كده نهائي. وممكن حتى لو انت انسان صحي من جواك فده ممكن يساعدك في علاج الصلع الوراثي بتاعك، بس لو انت مقتنع ان انت ممكن تاكل كويس، تتمرن وتكون في قمه الصحه بتاعتك وده هيمنعك من ان انت تصلع، تبقى متوهم تماما. لو جيت تبص على وين روني هو عنده 16 سنه، فهتلاحظ ان هو مش محظوظ من حيث الهير لاين بتاعه، فحتى هو في سن صغير فهتلاحظ ان هو نرويد 2-2.5. ولو قدمت شويه هتلاقي ان وين روني قبل عمليه الزراعه كان وصل ان هو بقى نرويد 3 لنرويد 4 في سن صغير جدا. وبعدها وين روني عمل اول عمليه زراعه بتاعته، كانت عمليه ممتازه جدا. ممكن مثلا في ناس تقول لي لا دي عمليه مش كويسه، هو ليه مثلا ما نزلهاش لتحت شويه، وهقول لك ان دي اكبر غلطه الناس بتقع كتيره فيها، ان هو بيبقى متوقع ان هو ما يروح يعمل عمليه زراعه فهيكون الشعر بتاعه متفول وهيبقى يغطي القرى بتاعته، وده ما بيحصلش. لان حتى لو انت قررت ان انت تعمل كده وتضحي بجرافتس كتيره، فصدقني اللوك مش هيكون ناتشرال نهائي، وان انت توطي الهير لاين بتاعك مش حاجه كويسه، وخاصه لو انت راجل. فتقييمي الاول عمليه زراعه عمليه كويسه جدا، ودارة الحتتين دول بصوره ممتازه. تاني عمليه زراعه عملها زي ما تقول كده تاتش اب عشان يحسن النتائج من العمليه الاولانيه، والنتيجه كانت مرضيه جدا. طبعا في ناس كانت بتقول ان وين روني في الفتره دي كان بيستخدم كونسيلر عشان يداري الفراغات اللي ورا، بس ما علينا كل دي اتهامات. بس لو جيت تبص دلوقتي احدث صوره لوين روني هتلاقي ان شعره خف جدا في المنطقه الاماميه، والمنطقه الخلفيه يعتبر كانه ولا فيها اي شعر. طبعا الصوره دي متاخده وهو في الملعب عرقان، وممكن عشان هو كان عرقان كانت مؤثره على شكل الصوره. طب ليه وين روني زي ما تقول كده فقد كثافه شعر كتيره من شعره؟ طبعا في ناس ممكن تقول فقدش الشعر المزروع، هو الفكره كلها ان الشعر اللي حواليه خف اللي هو ما زرعوش فبان الفراغات بصوره اكبر. ممكن ناس ثانيه تقول لك لا ده عشان بسبب الاضاءه وبسبب ان هو عرقان. بس في الحقيقه وين روني وصل للنتيجه دي لان هو غالبا ما استخدمش اي ادويه عشان يمنع عمليه تصغير البصيله، وهي الاساس لعمليه الصلع الوراثي. وده انا شايفه نموذج كويس للناس اللي مفكره ان هي تعمل عمليه زراعه ومش هيستخدم بعدها ادويه، ودي النتيجه المحتمله اللي هو انت هتحصل عليها. وفي ناس ثانيه برضو مقتنعه ان الشعر المزروع من وراء من المنطقه اللي مش معرضه لعمليه تصغير البصيله لما تنقله لقدام فهو بيعتبر شعر دائم مدى الحياه، مش متاثر بالدي اتش تي. وفي الحقيقه ده ما بيحصلش، ومحدش يقدر يقول 100% ان الشعر اللي بيتاخد من المنطقه اللي وراء ان هو مش بيتأثر بالدي اتش تي. وفي احدث دراسه في عام 2020 قالت ان الشعر برضو اللي بيتاخد من وراء من المنطقه المنحه برضو معرض لعمليه تصغير البصيله. فعشان كده معظم الناس او معظم الدكاتره المحترمه اللي بعد ما الشخص بيعمل عمليه الزراعه فهو بيمشيه على ادويه الصلع الوراثي اللي هي الفينوستيرويد والمينوكسيديل عشان يحافظ على النتيجه بتاعته لافضل فتره ممكنه، سواء ان هو يمنع الشعر المزروع من عمليه تصغير البصيله بعد فتره، او يحافظ على الشعر غير المزروع من تاثير الدي اتش تي السلبي.
طبعا انا دلوقتي قلت كلمه ممكن هلاقي عليها جدل كبير جدا تحت في الكومنتات، لان في ناس كتيره مقتنعه ان الشعر المزروع دائم مدى الحياه مهما عملته ما بيتاثرش بالديتش تي، وبرضه في دكاتره كتير قالت على اليوتيوب او لو بحثت على جوجل ان الشعر المزروع مش بيتاثر بالديتش تي. فممكن ناس كتيره تقعد تهاجمني دلوقتي وتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده، انت بتقول اي كلام وخلاص. فانا هسيب لكم تحت باب النقاش لسؤال دلوقتي هطرحه، وهو هل الشعر المزروع من المنطقة اللي مش معرضة للصلع الوراثي اللي هي منطقة الأوكسابيتال ريجن للمنطقة المعرضة للصلع الوراثي في الأمام مش بيتأثر بالدي اتش تي ولا لا؟ جاوب تحت في الكومنتات برأيك وليه، وهبقى اعمل فيديو بالتفصيل عن هل الشعر ده بيتأثر بالدي اتش تي ولا لا. بس كده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتابع الانستجرام فيسبوك تيك توك وحبس الشعر المتابعة الإلكترونية، ابعت لي على الانستجرام واعرف الشروط. وبس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجايه.